ها شلون شهر العسل؟ قولي لي. تمام عسل بعسل. اعطيني خل احاكيها. هاك باك. هلا يبا شلونك؟ ولهت عليك. انا الحمد لله بخير ما دام انت بخير. وين زوجة العسل بالعسل؟ اهو يبا. هلا عمي شلونك؟ انا الحمد لله بخير بس بوصيك على ابتسام حطها بعيونك. ها وترى ابتسام تسوى الدنيا وما فيها يا ابوك. اي ان شاء الله عمي ان شاء الله. اقول الحين احس ان شكلكم لاهين ومو فاضيين بتروحون تحوسون تمشون. يلا نخليكم بعدين اكلمكم. مع السلامه. باي باي. باي. صدق عاد اشتقت لهم. يلا كلها كم يوم نرد ان شاء الله. ان شاء الله. الحين اموت وانا مرتاح البال بعد ما زوجتكم انتو يا هالثنتين. يبا بس هالحكي يلا يطول بعمرك. لا تقول كذي الحين بدال ما تقول اروح اتزوج اجيب مره ثانيه واجيب عيال مره ثانيه. حيك سلط الله على ابليس الهم سلط الله على ابليس. ما صدق فيك في وايد حلوه ما تجوزين من هالسوالف هذه. ما تجوزين يا ابوي. اي مو غلط عادي توك صغير. حلاتك يبا. شل ابتسامة آخر مرة يمكن شفت ابتسامة من قبل 4 شهور. شفيت؟ روح حق مشاري داخل. ايش حق تروح حق مشاري بالولد نايم؟ ايش فيك؟ خصوصا هذه مو صاحيه انا اخاف منها. وهو بروحه داخل الابواب. يبا قعدي لا تكبرينها. ها ماكل العافيه خلاص. ايش فيك؟ هذا الجهاز موجود لبيك تبي تسمعينه. قعدي. شفيت؟
شاري شكله قاعد. ويه ايش تسوين هني؟ شو تسوين؟ ايش تبين بولدي؟ ها؟ شو تسوين هني؟ ليش ما تردين؟ شو الصيحة هذه؟ ايش فيكم؟ تعال شوفها هذه. يا هي شو تسوين هني ما تردين؟ انت ليش هذا بيدك؟ حق انت هني؟ شايبك هني؟ انا اقول لك ليش؟ يا هي تذبح ولدي مثل ما ذبحت مشاري. ايه؟ ترى هي السبب بموت مشاري. هي خلت مبارك يفتح الدريشة ولزمت عليه، وعقب ما مات مشاري راحت تهدده، قالت لي إذا قلت هالكلام حق أحد بوديك السجن. ولدي يا أهل وصدقها. ليش ساكتة؟ ليش ما تدافعين عن نفسك؟ شو تدافع؟ شو تقول؟ صحيح الكلام؟ ردي صحيح الكلام؟ أنت اللي قلتي حق مبارك يفتح الدريشة؟ إذا مو مصدقني ما تقولي ليش يا هي تالي الليل متسحبة حق ولدي عشان تبي تذبحينه؟ ربي لا يذبحك يا غصون، ربي لا يذبحك، ربي لا يذبحك. فوز 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 هدا. لا 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 أذبحها. لا لا هدا 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 لا تسوي مني. أذبحها. لا لا أنا ما راح أوصف إيدي فيك، ما راح أوصف إيدي فيك. أنت طالق 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 أنت قد الموضوع هذا وقد السالفة هذه قدها انت؟ قدها غصب مني عليك. من قدها؟ اقول لك قدها غصب مني عليك. والحين احكيك بالشارع مشي. امسد الدوام مشي. الله الله الله. وانت يلا هدات سالفة مثل هذه تخشين عليك للوقت؟ شو اسوي انا؟ خفت عليك يعني لا تذبحها ولا تورطك وتسوي لك شيء. انت مو شايفني 24 ساعة خايفة على مشاري كني مجنونة؟ ومبارك انا ماني خبر انه ردي، شلون ساكت كل هالوقت؟ شلون ما تكلم؟ علي ياهل حسبي الله عليها من مرة ياهل قصت علي خوفته، قالت له الشرطي بيجي ياخذ البصمات من الدريشة ويعرف انك انت اللي فاتحها، خاف لي ياهل. لا لا هذه مو طبيعية جد مو طبيعية، يعني بالأول سوت سواتها وخلتنا كل واحد فينا يروح بصوب وطلقتك، الحين اكتشف إن هي اللي ورا موتة بشاري. أنا ما أدري شلون كل الوقت مخليها على ذمتي. يبو الحين اللي راح راح، الحين أنت مو خايف لا تضرك ولا تسوي لك سالفة بسبة هالفيديو؟ تولي سوي اللي تسويه. يستر.
جد يبا؟ اي بصج راحت وافتكينا من وجهها الودر. وانت حبيبي ما بيك بعد تخاف من شيء، ما حد يهددك ويخرعك. ها عدل؟ عدل حبيبي. انت نايم ها؟ تعال. تعبت يمه. خلاص يمه تعبت، وصلت حدي، وصلت حدي، وبعد خلاص ما فيني حيل، ما فيني حيل. تعبت يمه صدقيني تعبت. مو قلت لك الحكم ما يقتل الا صاحبه؟ واخرتك بطريق الكره والغل اللي ماشي فيه، ما حد قاعد يتعذب كثرك. لا تفلسفي، سكتي سمعتني؟ لا تفلسفي. ترى انا اللي فيه هذا كله منك انت. ايه طبعا انت السبب، انت اللي وصلتيني كذي. من كثر ما تعايريني، من كثر ما تطني زين علي، صرت انا كذي. خليت الكل يكرهني، حسيت اني منبوذة، ما حد يحبني. والسبب انت، سكتي. لا تفلسفين، لا تفلسفين. والحين صرتي احلى، قولي لي لقيتي اللي يحبك صج ولا بعد؟ لا تشذبين على روحك يا غصون، انتي بداخلك نار من الغيره والحقد على كل واحد يملك شيء انتي ما تملكينه. وانت على بالك انا بخليهم؟ لا انا ما خسر، ما راح اخلي حد يكسب. وبتشوفين، بتشوفين بنتك غصون شو بتسوي؟ ما بتشوفين؟ علشان كذي عمرك ما راح ترتاحين. برتاح، برتاح. بتشوفين، بتشوفين، بتشوفين. شنو هذا استاذه؟ استقاله؟
شوفي هالاشياء انا خذتهم وايد عجباني وايد عجبتني الايجابيه اللي عندك. اتمنى على طول اشوفك عيل. استمري. شلونكم؟ اليوم مثل ما انتم شايفين راح نتكلم عن الجمال الداخلي. بنعرف اكثر شنو هو الجمال الداخلي وش كثر هو مهم للانسان. لازم نعرف ان الجمال الداخلي هو الاساس. الجمال الخارجي يكمل الجمال الداخلي. كثر ما كان الإنسان متصالح مع نفسه وحاب نفسه وكان جميل من الداخل من ناحية الفكر من ناحية الخلق، هذا تلقائياً راح ينعكس على الشكل الخارجي. فلازم نهتم بالأساس في جمالنا الداخلي قبل شكلنا الخارجي. ألو، إذا نفذت الخطة وصار اللي سويناه وكان بالضبط مثل ما اتفقنا من الألف إلى الياء معناها راح ننجح، فاهمني؟ بس ما في له شارة هذا. سكت. إيه بيوم ما هي بيوم. ناوي يضحك معي. Thank you.
يلا يما دير بالك على نفسك، لا تقطون جاكيتاتكم ترى برد اليوم. ها الله يحفظكم. هذا مشاري؟ اي نعم اي مشاري. وين ابوه؟ معانا بس هو سبقنا. انتي غصون؟ اي نعم انا غصون. Thank you.
زين سكر سكر التليفون سكر التليفون باي باي باي. ألون نجدة أخوي في واحدة اسمها غصون خاطة ولدي. ولدي 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 يا ولدي لحقوا علي لحقوا علي يا ولدي لحقوا علي طمنيني شلون الامور؟ انا ما ارتاح لما الطياره تطير. لا تخافين خليك قويه ما حد راح يلحقنا ابد ارتاحي اطمني. يا رب رتبي تمشاري يا رب احفظ عليكي يا رب دوس والله عافيه دوس ان شاء الله ان شاء الله. لو سمحتي تفضلي معانا. وين اتفضل معك؟ انا عندي رحله بسافر. بعدين تفضلي معي عشان ما بستخدم القوه. حتى لو تستخدم القوه ما راح اتحرك، انا عندي رحله قلت لك. وخر انت لك لا تمسكني وخر انت بعد. انت وش فيكم؟ انا عندي رحله انا لازم اسافر. وخر انت تمسكني وخر عني. شنو هذا؟ شنو صاير؟ ما افهم شنو صاير. وخر عني هذا الولد ولدي انا. وخر عني. ايش تبون؟ ايش تبون؟ ليش ماسكيني؟ وخر عني. وخر جايك عني انت بعد. وخر دوني. انتو ايش حقه ماسكيني انا؟ شو مسويه انا بسافر وياه ولدي. هدوني انا بعرف انتو ليش ماسكيني. هدوني هذا مشاري ولدي انا ترى انقربت يمي ذبحت الولد فاهمة بدرية. لا تين صوبي غصون الله يخليك لا تودين عمرك بداية. عطيني الولد. اودي عمري بداية؟ تبي تقولي لي انك خايفة علي؟ ما حد فيكم خايف علي. انتوا خايفين على مشاري. لا تقربون يمي لا تقربون. اهدي وكل اللي تبينه راح اسوي لك. بس اعطيني الولد. انت الوحيد لا تحكي. انت الوحيد اللي ما تكلم. طلقتني وقطيتني بالليل حافيه متلافيه. لا تقرب يمي ترى والله اذبح الولد. لا لا لا
غصون؟ غصون الشايب شنو انتي؟ انا بيك بكلام مهم. انت شلون عرفتي العنوان؟ من الوزاره. زين دشي 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 دشي. شنو؟ انا بعت البيت والسياره وهذه الفلوس كلها. ليش جايبتوني؟ هذه الفلوس كلها ممكن تكون ملك لك إذا باوعتني وسافرت معاي وأسسنا أنا وياك حياة جديدة. زين شو المطلوب مني يا رب الله؟ تخطف مشاري والبدرية.